النهاردة هنعمل مع بعض الكبيبة النباتية. المقادير: نص كيلو برغل مغسول ومنقوع في مية ومتصفي، نص كيلو بطاطس مسلوقة، بصلتين كبار متقطعين، معلقتين كبار دقيق بقسماط، نص معلقة ملح، ربع معلقة بابريكا، تمن معلقة فلفل اسود، وتمن معلقة توم، معلقة كبيرة السماق. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في الكبة هحط البرغل. دلوقتي هطحن البرغل جامد جدا. دلوقتي بعد ما عجنت البرغل في الكبة هحط عليه البطاطس المسلوقة. كده بعد ما عجنت البرغل مع البطاطس دلوقتي هحيقها. هحط الاول شوية دقيق بقسماط، فلفل اسود، التوم الباودر، نص الملح، البابريكا، وهقلبها. كده انا حيقت العجينة وهنبتدي نعمل الحشوة مع بعض. في طاسة على البوتاجاز هحط معلقتين تقريبا زيت وهسيبهم لما يسخنوا شوية. دلوقتي هضيف البصل، هضيف شوية ملح، شوية فلفل اسود، واسيبه لما يتدبل. كده بعد البصل ما اتدبل هبتدي احط دلوقتي عليه السماق، بقيت الملح، وبقيت الفلفل الاسود. كده خلاص الحشوة خلصت، وهنشوف الخطوة الجاية هتبقى ازاي. دلوقتي هنبتدي نعمل حبات الكبيبة. اول حاجة بنعملها بنبل ايدينا بمية، ناخد حتة من العجينة نوسع بس الفتحة اللي في النص كده بالظبط، نحط فيها شوية من الحشوة وبعدين نقفل. هي بتبقى كده بس، وهنفضل كده لغايه لما نخلص بقيه الكميه ونرجع نشوف هنقليها ازاي مع بعض. هنبتدي دلوقتي نقلي الكبيبه على البوتاجاز. حطيت الزيت خليته لما يسخن شويه وهبتدي اقلي الكبيبه. وهنحمر بقيه الكميه ونرجع نشوف هنقدمها ازاي مع بعض في الطبق. كده شكل الطبق بعد ما حمرنا كل كميه الكبيبه. وممكن نقدم معاها كاتشب او ماسترد، بتبقى جميله جدا جدا. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.